سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد مع طريق في العروض العقارية. والعروض العقارية المختلفة كما هو الشأن اليوم، لقيت واحد الدوبلكس بمساحة ديال 200 متر مربع، ماشي غير دوبلكس سكني، دوبلكس اللي هو من نوع الدوبلكسات التجارية. شنو كنقصد بالدوبلكس التجاري؟ بما معناه عندك محل تجاري اللي ممكن تمارس فيه تجارة. علاش؟ لأن جات على واحد الزنقة اللي هي كبيرة، ولا ممكن تحط فيه السيارة ديالك، ولا ممكن تستغل داك المحل الأغراض شخصية، ولا ممكن تكريه. فيه مساحة الدوبلكس ديال اليوم ديال 200 متر، وبثمن ديال 69 مليون، ثمن ديال شقة ديال 100 متر أو 120 متر. شفتوا معايا على الفرق كي داير؟ إذا ميزة مبرعة. وأجي ونقول لكم مرحبا بكم، مرحبا بكم في القناة ديالكم ديال الأفائر كيقلب الطريق. ترحب بكم أينما كنتم داخل وخارج المغرب. كنقول لكم ما تنساونيش بتفعيل زر ديال الاعجاب، وكذلك الاشتراك في هذه القناه. هذه ربما في احد من الايام يوصلك اشعار وتلقى العقل اللي كنت كتقلب عليه ولا كيقلب عليه احد من افراد العائله او الاصدقاء. انتم راني كندور بكم، انا كنهضر وكندور بكم باش تشوفوا معايا مثلا الغرف. غرف اللي عندنا العديد من الغرف، هذه واحده من الغرف اللي هي الغرفه الاولى. اما بالنسبه للديكوراسيون، بالنسبه للصباغه، راه ما قصروش من الجهد ديالهم. نوافذ باطلاله على الزنقه وعلى الشارع اللي هو صغير فين كاين حتى المحل التجاري. المدخل ديال العقار عندي هو هذا، ونزيدكم هو هذا المحل ولا هذا الدوبلكس ولا هذا السوبلكس، راه كيتواجد في عماره اللي هي ار بلس 2. بما معناه كاين عندي هنايا، هي الشقه ديالي الاولى السفلي ديال هذا العقار، كاين بريميو دوزيام اللي هما عباره عن شقق اللي تم البيع ديالهم. عندي في الدخله ديال هذا دوبلكس كاين امكانيه باش انك تهبط لتحت من هنا في هذه البلاصه، هذه هما دايرين الدروج ولا الدور، وتمشي تدخل الريتشوسي اللي هو السفلي. الريتشوسي كيتكون من هذا البهو هذا اللي عندي في الدخله، هذا الصالون بهاد الديكورات كما كتشاهدوا معايا، والصالون اللي هو كبير، صالون اللي هو مشمش، في لانستالاسيون الكتريك ديال الكليماتيزور راه دايرينها في القانت. اما بالنسبه للديكورات فهي ديكورات كتختلف في القبس من غرفه الى اخرى ومن مكان الى مكان في هذا العقار. البيبان داروهم سامبل. بالنسبه للغرف، غرف اللي هما كبار متسعين، ماشي غرف اللي هما صغار. اليوم كنتواجد بكم بالضبط بمدينه مكناس، ومن مكناس كنحييكم، والعروض ديال مدينه مكناس كيقولوا لكم مرحبا بكم. راهم عروض اللي هما متميزه، عروض اللي شنقول لك، عروض مقارنه مع مدن اخرى. لان كنسمعوا كنشوفوا مدن اخرى راه عروض اللي هي بصح مغريه بما لا كلمه من معنى. راه باش تلقى 200 متر وبكوميرس وفي حي اللي هو زوين، مثلا كحي السلام هو فين كنتواجد اليوم، ومن هنا كنقدم لكم السلام، راه كتكون الامور اللي شي شويه كيقول الانسان كيفاش ما يمكنش. ومن هنا كنعرض عليكم، اجيو شوفوا هذا المحل، هذا الدوبلكس، لربما يعجبك ولا يعجب العائله، لانها بحال هذا النوع ديال العقارات كيخصو العائله. صح، راه ماشي شخص واحد اللي غادي يعيش هنا او شخصين، راه بصح دوبلكس هو كبير، راه فيه محل تجاري ممكن تكريه، ممكن تعيش هنا وتكري التحتاني ديالو وتكري الكراج، راه ممكن تستغل هذه المساحه هذه كلها. شوف معايا غير المطبخ شوف قداش شحال كبير، كله مصاوب من الام دي اف بطريقه اللي هي عصريه، ومطبخ اللي هو كبير، وكذلك عنده الواجهه ديالو على الشارع، دايرين البلاصه فين دير الاوت ديالك الا بغيتي تخرجها ولا تخرج تشوفو، دايرين الطواليت الاولى بوحديتها، طواليت بلديه، زيدين طواليت روميه والدباغه ولا الحمام ولا الدوش، الطواليت هي دايرينها في هذا المكان هذا. وزايدين الفوق هي انهم دايرين بلاصه ديال داك البيت ديال الخزن. بالنسبه للغرفه، عندي هذه الغرفه رقم 3، راه شفت دابا جوج ديال الغرف، وعندي دابا الغرفه رقم 3. الغرفه رقم 3 راه فيها البلاكار ديالها ودايرينو بسكا كوليس، بما معناه كيمشيو كيجي داك البلاكارات اللي كيكونوا كيمشيو بالسكه ديالهم. هانتوما كتشوفوا معايا هذه الغرفه رقم 3. دابا شفنا بالنسبه لهذا الطابق، شفنا بان فيه بهو وصالون وثلاثه ديال الغرف وحمام وطواليت. اذا اجيو معايا نكملوا الزياره ونشوفوا ما تبقى من هذا العقار. اذا الدروج ديالنا هما هادو، دروج دايرين، انا اعزائي المشاهدين كنقول لكم مرحبا بكم في الطابق الثاني ديال هذا العقار، اللي هو طابق تقريبا تحت ارضي، واخا هو جاي مع النيفو ديال الارض.
اول حاجه اللي زوينه هي ها نتوما شوف عندنا شفنا المطبخ الفوق وعندنا مطبخ ثاني. اذا ممكن انك تعيش الفوق ودير باب لها ودير باب الفوق يمكن وممكن تكري هذه الطبقه هذا. راه كاين ما يدار في هذا العقار. شوف معايا جوج ديال المطابخ مراك شتي شي دوبلكس بجوج ديال المطابخ كبار ماشي حتى مطابخ صغار. ها هو اليوم عندك عندي الكراج ديالي ها هو الكراج ديالي ها هو الدخيله ديالو والكليسه ديالو راه دايرين فيها كلها سامع على ذلك. عندي هما هادو هنا ها هو الكراج ديالو. عندي صالون واحد اخر شفتوا معايا الصالون الفوق وها هو الصالون تحت. راه كنحاول ما امكن انني غادي نصور لكم هاد الدوبلكس دغيا ما غاديش نحاول نتعطل لكم فيه. شفنا الصالون عندنا طواليت عندنا المطبخ ها هو الكراج شفناه اللي عندنا هو هنا. وعندنا كذلك عندنا واحد الفاسك ولا واحد لافابو هو هذا الدوش والطواليت هما هادو في الدروج. شنو الحمام قداش؟ الحمام تقريبا بحال غرفه كبير راه بحال بحالكم تيني الله كنجول في العقار وكنوري لكم. هنا منين هبطت هادو هما الدروج منين هبطت فاش هبطت كاين هنا تحت الدروج كاين بلاصه عاوتاني ديال الطواليت اللي هي بلديه. تم باش نعرفوا شنو كاين في العقار تحتاني راه عندنا جوج ديال الغرف ها غرفه وها غرفه. اجيو نشوفوا الغرفه الاولى ها هي دم ما مجموعه. اذا عندنا خمسه غرف خمسه ديال الغرف اللي كاينين في هذا العقار ديال خمسه ديال الغرف. وحده ما كتشبه الاخرى في الديكوراس ديالها مثلا بالنسبه للقبس بالنسبه للصباغه بالنسبه بزاف ديال الامور حتى الالوان ديال الصباغه كل غرفه باش كتميز وكتميز باللون ديالها. هي هذه الغرفة الثانية و مطبخ. الثمن ديال هذا العقار كما قلت لكم أعزائي المشاهدين ألا وهو 690,000 درهم. راه فيه تخفيض هذا العقار ممكن يكون هناك شيء ما من النقاش ومن التفاوض. أما بالنسبة اللي كنبث لكم المدينة منين كنبث لكم العقار ديال اليوم فهي مدينة مكناس وبالضبط حي السلام. اللي يجبو العقار فما عليه لا يتصل بيا وتواصل معايا معكم طارق. وتا نتوما إلا كان عندكم شي عقار بغيتو تبيعوه فأنا راهن الخدمة وراهن الإشارة. كنتمنى ما نكون نسيت حتى شي معلومة. كنقول لكم إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله وإلى عقار مقبل إن شاء الله عما قريب.